أسرار عن تمارين الكارديو. لتمارين الكارديو العديد من الفوائد الصحية، فهي تمارين تساعد الجسم على الحصول على كمية أكبر من الأكسجين أثناء ممارستها، إذ أنها تعمل على تحريك الجسم بطريقة معينة تؤدي إلى تسارع نبضات القلب، وهي تساعد بذلك على التنفس بشكل أعمق، وبالتالي ترفع هذه التمارين من مستويات الأكسجين في الدم، مما يعود بالنفع على جميع أجزاء الجسم. عند ممارسة تمارين الكارديو بانتظام، تصبح العضلات أكثر قدرة على استخدام الجلوكوز بشكل صحيح، مما يساعد على إبقاء مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، إذ تساعد تمارين الكارديو على حرق كمية عالية من السعرات الحرارية للحصول على الطاقة الكافية لأداء هذا النوع من التمارين، مما يؤثر بشكل إيجابي على الوزن. قد تحمل تمارين الكارديو الكثير من الفوائد، مثل تحسين جودة النوم، وتحسين صحة الرئتين، وتحسين كثافة العظام.